السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. هنا كنشوفوا الضفة سالا وما بين مدينة سالا ومدينة الرباط. هنا كنشوفوا برج محمد السادس والمسرح الكبير محمد الخامس. كنشوفوا هنا هذه مدينة سالا بطبيعة الحال، مدينة سلا. كتشوفوا مسابح يعني أولمبية ما شاء الله عليها في مارينا ديال سلا. الآن كتشوفوا هذا حسان بمدينة الرباط، وقلت نتمشى هنا فوق القنطرة. وهذه هي الممشى الخاص يعني للراجلين، وأكيد سكك يعني خط الترامواي بطبيعة الحال. هناك بعض التعليقات كتجيني وكنجاوب عليها. المهم اخواني اخواتي، ما تنساوش هنا اللي ما عارفينش مدينة الرباط ومدينة سلا بينهم النهر. هنا الترامواي ما شاء الله يزين مدينة الرباط ويساهم في التنقل بين المدينتين، بين سلا والرباط. هنا كنشوفو حسان، صومعة حسان التاريخية. وهنا كتشوفوا داك الحجارة الكبيرة، كانت القنطرة القديمة أو القنطرة. هنا البرج، وحبيت أني ناخد معكم هاد الأجواء. بطبيعة الحال إخواني، لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهدة الفيديو من الأول إلى الآخر. هناك فقط 11 دقيقة من جولة. هاد البارك يعني هنا يقومون بالتزحلق، كنشوفوا الخضرة وجمال الطبيعة. هاد الترام تاني جاي، هنا الترام جاي، ترامواي، ترام غادي وترام جاي. هانتوما كتشوفو الترام. سبحان الله، ملي كدوز الترام كتشوفو الصورة كيفاش ولات. هناك تموجات كهرومغناطيسية على ما أظن. لما كدوز الترام كيوقع هكاك الكاميرا ديال الهاتف. ايوا اخواني اخواتي، مرحبا بكم. وهذا اطول ناطحة بالمغرب وبشمال افريقيا بطبيعة الحال. تمشيت هاد ما بين سلا ورباط، تمشيت شوية قلت نتمشى واني كان خد عويناتي وكنوريكم هاد المناظر الجميلة. تحياتي لكم كاملين وشكرا. تحياتي لمريم من الكويت، ام زين، ود، امل، راموس، نرجس، أمنة، هيبة، بارك أمينة. شكون اخر اللي كيتابعني في هذه القناة؟ الاخوان والاخوات كاملين، الناس اللي بقاو معايا، نرجس بطبيعة الحال، راموس، هند، ما نساش خويا نوفل بطبيعة الحال كنشكرو. خويا شكون، امين، اخوان كاملين بدون استثناء. ام فاروق، واخا مابقاش كتجي ماشي مشكل. هنا كتشوفوا يعني هنا الكاياك، يعني الصيف والعطلة. ايوا هذا هو اخوان الفيديو ديالي، حبيت نشارك معكم هذه الاجواء الجميلة. عاصمة المملكة المغربية الرباط، عاصمة جميلة فيها كل المرافق السياحية والتاريخية والجمالية. هذا نهر ابي رقراق يصب في البحر، يعني بصراحة ما شاء الله. الله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا ويحفظ مغربنا. تحياتي لكم كاملين بدون استثناء، احبكم. هنا البرج كيف ما كتشوفوا، المسرح، هاد الايقونة ديال معملة الرباط. هنا اخواني شفت بعض الاشخاص يقومون بالكتابة على الخشب. هنا يقول لها لن افترق عليك يا حبيبتي سناء، جفي با انفي دو كيتي او ميم 30/7، العشاق وما ادراك ما العشاق. المهم خليكم اخواني اخواتي مع هذا الفيديو وفرجة ممتعة. 5 دقائق اللي بقات ولا 6 دقائق، شاهدوا الفيديو من الاول، خليوا لي التعليقات ديالكم. ولا عزيز عليكم كيف هاد الفلوغات، ندير لكم هاد الفلوغات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخليكم مع الفيديو.
Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smile until my face is aching. Love until my heart is breaking. Look at all the good things we have. Shadows on the ceiling, ice cream melting in my head. Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sunbreak, you know we can pull it from the windowpane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Best, best, best.